شوف الحشان ضاغط على الكره وقرا واتجاه الكره، فبالتالي متجه قبله الى صالح الشيخ يصلحها مع حمد العنزي، حاول يلعبها ضربه جزاء، ضربه جزاء بعد ما صلحها صالح الشيخ، ما تأنن فيها واصبح اناني. مرر كره لحمد العنزي، يلا طال عمرك شوفه تغيير طلال عامر، راح يطلع طلال عامر. راح يطلع طلال عامر الان. احمد حمد العنزي جول، ضربه جزاء دقيقه 30 حمد العنزي، اذا سجل حمد العنزي دقيقه 30 جول، ومن عمر المباراه دقيقه 75، بالتالي هدف رابع، هدف رابع لحمد العنزي من ضربه جزاء. فيصل ضربه جزاء، وهذه اعاده ضربة جزاء. أربعة لا شيء. ماجد عناد يكلم